لو الدروب ظلمة واشواك وغروب تنزل الدمعة وتكبر الكذبة تنزل الدمعة وتكبر الكذبة وتنجرح فينا القلوب وتنجرح فينا القلوب تغيب الحقيقة وتذوب لو للصدق كلمة تصرف أنا المظلوم يكفي كذب وهموم يكفي كذب وهموم لو للصدق كلمة تصرف أنا المظلوم يكفي كذب وهموم يكفي كذب وهموم وآه يا الندم آه يا الألم الظاهر ما نكمل الحلم هلا يبا هلا عسى ما شربه وش اللي أخرك الليلة عم أحمد الحمد لله بيطلع الليلة الحمد لله لا لا يبا يبا ما أبي إلا سلامتك لا بس في يعني مواضيع بسيطة بغيت اقول لك بيفرحك ان شاء الله لا لا ما راح اقول لك يبا خليني يجي عشان يكون مفاجاه سلم تجي بالسلامه يبا مع السلامه والله يا هو حلم اسمع يا سعود وجع راس في هالموضوع انا ما ابغى بعدين تعال قل لي يا اخي هذه وظيفه زين عشان اقعد فيها 7 ساعات اليوم يا اخي حرام عليك احمد ربك على وظيفتك يا اخوي في ناس معاهم بكالوريوس مو لاقين حتى المرتبه الثالثه اشكر الله على نعمه ربنا اسمع يا سيدي انا عشان اريحك انا افكر ان استقيل عشان اتفرغ للمشروع اللي في بالي وبيتك تقدر تقول لي كيف حتصرف على بيتك لما تستقيل حضرتك أقول لك بفكر لو تم المشروع اللي أستقيل
وبعدين أصرف على البيت. أصرف على البيت؟ هو أنا صرفت عليه في الأول عشان أصرف عليه في الثاني. البركة في راتب الحرمة يا أستاذ. يعني بتفهمني إنه حتى المشروع اللي ببالك من راتب الحرمة؟ هجل حضرتك بتفكر في إيش؟ نصيحة أخيرة عبد الرحمن، هذا اللي بسويه كله حرام، وبالذات مع زوجتك شريكة حياتك. شريكة إيش يا عيوني؟ شريكة حياتي؟ إن شاء الله نفكر إني متزوج هذه عشان أعيش معها على طول. لا يا صاحبي، أنا متزوج هذه عشان أبني مستقبلي على ظهرها، وبعد كذا باي باي. تبني مستقبلك؟ تبني مستقبلك بالغش والخداع والفلوس الحرام؟ الحياة صارت كذا؟ لا يا عبد الرحمن، لا لا لا، الحياة مو كذا، أنت فاهم الحياة خطأ. لو كل واحد بيبني مستقبله بهذا الأسلوب كان يبقى على الدنيا السلام. أقول يا سعود، تراك وجعت راسي بكثر السواليف، أنا أسيبك الحين، أبغى أروح عندي موعد مع المهندس جلال، عن إذنك. وإذا كان مشكلة في مثل ما ذكرت في نفس السوق لا يعني بأن حامد المشكلة عندنا خير. ممكن تفهمني ليش ما هو لازم يصير؟ لأنه يا أختي العزيزة ممكن نضرب ضربتنا من غير ما نحتاج الموضوع هذا. لا لا يا حامد، الموضوع هذا لازم يتم، وإذا ما تم هالموضوع ما راح نقدر نرجع حقوق أبوي اللي راحت. غريبة، وليش ما راح نقدر نرجع حقوق أبونا اللي راحت لو ما صار هذا الموضوع؟ ها، قلت لي ليش؟ علشان مو معقول يا جلال، حضلت حياتك بهذا الوضع. وش تبغاني أسوي عبد الرحمن؟ إيش تسوي؟ يا أخي تزوج عليها الثانية. إيش؟ والله يا أخي، تجوز ثانية؟ من غير ما تفكر. يا اخي انا ما ادري انت كيف صابر عليها لحد الان، يعني واحد زيك المفروض انه من اول طفله جاته ما ينتظر الثانيه والثالثه. يا اخي اتفضل يا عم محمد، هذه روشته الدواء تقدر تصرفها من الصيدليه، وهذه ورقه الخروج وفيها مسجل موعد المراجعه لعم احمد. شكرا يا ابني، شكرا، الله يخليك. اتفضل. ده المفروض اللي زيك من أول طفلة جابتها لك بنت تتزوج عليها، ما هو تنتظر يا صاحبي لغاية ما أجيب لك البنت الثانية. معقولة يا واد يا جلال الكلام اللي قاله عبد الرحمن؟ وليش مو معقول؟ أستاذ، أستاذ، ها؟ فيش سرحان طول هالوقت؟ بفكر في كلامك يا عبد الرحمن. انت لسه بتفكر؟ عبد الرحمن، انت شايف ان الحل اللي انت قلت لي هو افضل حل؟ اسمع نصيحة اخوك يا اخي، مالك غير ذا الحل، وبعدين يا اخي انت مهندس لازم يكون عندك ولد يا اخي. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي نعم، هذا سوبر ماركت ابو مصطفى. مين معي؟ عفوا. اهلا اهلا اهلا، بخصوص ايش؟ بيع السوبر ماركت؟ والله وجدتك الفرصه يا مصطفى علشان تتخلص من اللي ما يتسمى هذا سالم. أنا لازم ما أضيع هذه الفرصة من يدي. أيوة لازم. أيوة أيوة معاك يا سيدي. طبعاً في بيع للسوبر ماركت. بس يا ريت تدينا مهلة يوم أو يومين نفكر فيها. طبعاً وبعد كده راح يتم البيع. أنا سالم المسؤول عن السوبر ماركت. أيوة يا سيدي، إذا اتصلت في أي وقت بقول لهم أدوني عم سالم. ماشي. مع السلامة. أنا أوريك يا سالم، إن ما ورطتك مع أبويا
وطردتك من السوبر ماركت ما أكون أنا مصطفى. الحمد لله على سلامتك يا ابو رحم. الله يسلمك ويبارك فيك اخوي ابو رحم. بس انا والله عاتب عليك، يعني لو خليتنا نبلغ الاهل في البيت انك خارج من المستشفى يا ابن الحلال. لا لا بيني وبينك ابغى اسوي لهم هي مفاجأة. انت على نياتك وكيف يعني ما هم يتصلوا يمكن في الساعة مرة ومرتين في المستشفى ويمكن احد منهم يجي للمستشفى حيكتشفوا انك خرجت. يا ابو رحم طالما احنا قاعدين نهرج ونعيد ونزيد ونقول اكيد اكيد يعرفوا. توكل على الله يا رجال. يعني في زعمك انه انا السبب يعني اسكت علشان هم ما يعرفوا؟ يا الله خلاص يا سيدي حان وجهين ويسهلها الله. على الله. أستاذ حامد، أستاذ حامد، تعال. هلا يا عم سالم. حياك الله أبويا، كيف الحال؟ كيف حالك؟ الله يبارك. الله يسلمك. فين رايح؟ رايح المصطفى. بس مصطفى مو موجود. غريبة، وين راح؟ بيقول إنه رايح يزور أبوه في المستشفى. إيه الله يرفع عنك. ماشي يلا. فين رايح؟ بمشي. استنى عندي في المكتب شوي، انا اخلص الشغل اللي فدي واجيه. طب هو راح يتاخر مصطفى ولا ايه؟ لا ما حيتاخر. يلا ماشي وانت لا تتاخر عليه ان شاء الله. يلا على اذنك، مع السلامه. استريح يا استاذ حامد. لا بس الظاهر انه مصطفى راح يتاخر اكثر من كذا، وانا عندي شغل، اذا جاء خليه يكلمني. عن اذنك. حاضر استاذ حامد. نعم. انا في الحقيقه ابغى اشكرك على المعروف اللي سويته معايا. انا بصراحه ماني عارف ايش اقول لك. انا ماني فاهم انت عن ايش بتتكلم يا عم سالم. بتكلم على الخدمه الطيبه اللي سويتها اللي هي عشاني مع الاستاذ مصطفى. يا سلام، تصور
الأستاذ مصطفى صار أطيب من الطيب معايا. ما هو لازم يصير طيب يا عم سالم. أنت ما تصدق أنا إيش سويت فيه ذاك اليوم. أنا لمته ووبخته. معقولة يا أستاذ حامد؟ طبعا يا عم سالم. أنت واحد زي أبونا. هذا مصطفى لازم يحترمك ويسمع كلمتك. لا، وأنا قلت له إذا ما عاملت العم سالم معاملة طيبة أنا لا أعرفك ولا أبغاك تعرفني. كيف الحال؟ الله يحييك. الحمد لله. بشرني، كيف الوالد؟ إن شاء الله أحسن. الوالد؟ وأنت ما تدري؟ خير؟ في حاجة؟ أطمئن يا أخ مصطفى، الوالد بخير وعافية، بس الظاهر إنك ما تعرف إنه الوالد خرج. خرج؟ خرج كيف؟ ومع مين وليش؟ الدكتور عماد شاف إنه صحته تحسنت وصار يقدر يخرج وكتب له خروج. الله يرضى عليك يا أبو مصطفى. جمايل إيه اللي أنت قاعد تقول عليه يا ابن الحلال؟ يا أخوي إيش اللي جمايل إيش؟ الله يطول عمرك، أنا أقدر أنسى وقفاتك معاي الطيبة. الله يذكرك بالخير، الله يذكرك بالخير. من الأولات إنك أنت زوج أختي وطبيعي أوقف معاك. بعدين أنا أخوك، أنا لا يمكن أنسى جمايلك ووقفاتك معي السابقة. لا يمكن أنساها يا أبو مصطفى. جزاك الله خير ومعجور، أكيد أبو رحم، إحنا أهل وأصدقاء قبل كل شيء الحمد لله، والله والله سبحانه وتعالى يديم المعروف بيناتنا. بديت أقلق. أمل حبيبتي تعالي اتصل السوبر ماركت في أخوك، يمكن يكون راحلة ولا شافه. تعالي يما بس علشان قلبي يطمن. إن شاء الله يما. ما حد يرد يا يمه. غريبة يا بنتي، تليفون السوبر ماركت ما في حد يرد عليه، وتليفون المستشفى في غرفة أبوك ما في حد يرد، وجوال أخوك مقفل. والأغرب من كده يا يمه، حتى عم سالم ما راضي يرد على التليفون. مو موجود يا أمل. يعني يروح وين؟ هو بالذات المفروض يكون موجود.
يا بنتي يا حبيبتي، لو كان موجود كان رد على التليفون. طيب يا يمة، ايش العمل؟ اسمعي، اتصلي المرة الأخيرة، قومي اتصلي السوبر ماركت واتصلي المستشفى، وإذا ما حد رد عليك أنا باتصل في إبراهيم ولد خالك. وربنا يستر، ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. الأخبار حقا يا ابني، ثلاثة نقول ألف مبروك. يا ابو رحم، سؤال فني. يا ابو رحم، يا ابو رحم الله يهديك. يا ابو رحم خلينا من الراديو دحين وخلي بالك من الطريق الله يهديك. يا عمي ابغى اسمع الاخبار بعدين الطريق شارك والحمد لله. يلا ابشر تفضل. ها ايه انت عارف الشوارع دحين والزحمه والهذا، يطلع لك واحد كده فجاه انت ما تدري عنه، الله يطول له عمرك. الله يستر الله يستر. طيب اهدى يا مصطفى اهدى. طيب ماشي أنا جايك الحين يا سيدي، ما راح أتأخر، جايك الحين. يلا مع السلامة. خير يا حامد؟ توك راجع من برا بتطلع مرة ثانية؟ ليش؟ صاير شيء؟ يا نوال لما أرجع هقولك على كل حاجة، خليني أمشي الحين عشان مصطفى مستنيني. طيب حامد، حامد غريبة، أبويا ما بيرد، يا ترى فين راح؟ شوف الأهل. أوه معقولة خط البيت مشغول طول المدة هذه؟ ويا ترى إيش اللي حصل؟ يا رب يا رب انك تسمعني سماح خير على ابو مصطفى واخوي محمد، يا رب انك تجيب العواقب سليم، يا رب انك تطمني عليهم يا رب. هاي يا يمه عسى خير طمنيني. لسه يا يمه. طيب اسمعي يا امل، خليك على اتصال يا يمه لغايه ما يرد عليك اخوك ولا ابوك. واحنا يا يمه انت مكذا لمتى؟ واحنا شبيتنا نسوي غير كذا؟ اسمعي يا امل، احسن حل اني اروح اتصل في ولد خالك ابراهيم علشان يروح المستشفى ويطمني ويشوف شو اللي صار. فعلا حاجه تقلق مدام مصطفى ما هو موجود في السوبر ماركت، عم سالم كمان ما هو موجود، فين حيروح؟ بس جلال يا جلال. ايش تبغي انت الثانيه؟ ولا شيء، لقيتك سرحان وبتكلم نفسك، قلت اشوف ايش بك. جلال يا جلال ايش بك بتكلم نفسك؟ وبعدين معاك انت ايش بك تحشر نفسك؟ اكلم نفسي لو ما اكلم نفسي مالك شغل. كيف انا شغل؟ انا مو زوجتك ام بناتك. يا ريت ما كنت يا حسره. وليه بتقول كده؟ حتى وشي ما تبغى تشوفه، كل هذا عشان ما جبت لك ولد؟ اخيرا عرفتي يا هاني. وانا ايش في يدي اسويه؟ انت عارف ان الولد والبنت هبه من عند ربنا. لا يا دكتوره ما يحتاج تعرفيني، ما دام انت عارف كده ليش بتعاملني بالاسلوب هذا؟ ليه بتصرخ علي كل ما تشوفني؟ ليه؟ عشان حضرتك لحد الان ما جبتي لي الولد اللي يرفع راسي قدام الناس. وهو الولد هو اللي هيرفع راسك فعلا؟ طبعا الولد اللي حيرفع راسي. اجل حضرتك انت والبنات اللي حيرفعوا راسي؟ يا حسره، مهندس زي مشهور ومعروف ووضع في المجتمع ما عنده ولد، ايش استغفر الله دي اللي انا عايشها. وايش فيها حياتك؟ ما انت عايش فيها ومبسوط. مبسوط؟ لا يا هاني ماني مبسوط ولا حكون مبسوط اللي إذا جبت لي الولد.
ما تحمد ربنا على ربك اعطاك هو. انا حامد ربي يا مريم من قبل ما اشوفك. وسالم هذا كيف يخرج يسيب باب المكتب مفتوح؟ والله ما ادري، انا نفسي سالت هذا السؤال، قلت البني ادم هذا كيف راح وخلى باب المكتب مفتوح طوال هذا الوقت؟ طبعا طالما انه المال ما هو ماله ولا هو تعبان فيه يحق له يسوي اكثر من كده وزياده. المهم يا حامد، انت ايش سويت بعد كده؟ ولا شيء، قعدت استنى 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 ان احد يجي لكنه ما جاء. طيب وايش سويت؟ ولا شيء، لما شفته هو تاخر وانت تاخرت اخذت بعضي كذا ورحت على البيت. وباب المكتب سبته مفتوح؟ ها باب المكتب؟ لا باب المكتب رديته ورايا. وبعدين يعني من اول قاعد تدق ولما جيتك بطلت تدق؟ بس لا يكون مصطفى جوا في المكتب هو اللي رفع السماعة. خليني أشوف. هذا مو موجود. أجل ما دام أنا فاضي خليني أروح أجيب العشاء وأجي. لا يا صاحبي، هذا الشيء لا يمكن السكوت عنه أكثر من كده. أنا لازم أروح السوبر ماركت وأطرده. بس هذا ما هو حل يا صاحبي. عجيب، يعني اتركه كده ولا ايش؟ انا ما قلت ان احنا نتركه كده، بس اي تصرف تبغى تتصرفه الحين ما هو في صالحك. حلوه هذه، يعني كيف ما هو في صالحي؟ يعني يا استاذ لو رحت طردت سالم الحين من السوبر ماركت ما راح ينفع. عارف ليش؟ ليش؟ لانه ابوك لسه ما خرج من المستشفى، ولما يسمع انك انت طردته من السوبر ماركت اكيد راح يعرف انك لسه بتكرهه وبتحقد عليه ويمكن يزعل منك، والزعل هذا ما احنا محتاجينه في الوقت الحالي. ولا ايش رايك؟ رايي رايي في يا حامد، انت كلامك كله حكم، بس لمتى تبغاني اصبر على سالم هذا لغايه ما اسمع انه السوبر ماركت انسرق ولا ايش؟ في هذا اسمح لي يا صاحبي، السوبر ماركت عمره ما راح ينسرق طول ما انا موجود معاك. من ناحيه سالم فخلاص نهايته قربت زي ما نهايتك انت وابوك قربت. حامد يا حامد، انت تقول نهاية سالم قربت، يعني كيف قربت؟ فهمني. ها انت سامعني ولا لا يا حامد؟ كيف نهاية سالم قربت؟ بعدين اقول لك يا مصطفى. حامد يا حامد. السلام عليكم. اليوم ايوه كده يا واد عبد الرحمن، اضرب الحين ضربتك زي ما قال المثل، اضرب الحديد وهو ساخن. يلا يا رجل تأخرنا. الشياكة وش الجبال هذا؟ وين هذا كله من زمان مخبى عني؟ من زمان موجود، بس انت ما تقول الكلام الحلو ولا في المناسبات. لا لا يا نجلة، انت ما بتعطيني الفرصة تسمعي مني الكلام ولا حتى عن مشاريعي. انا اليوم راح اسمع كل اللي بتقوله، وانا حكلمك عن كل مشاريعي. قل لي يا انسان، فين عازم الانسانة؟ لا يا حبيبتي، انت ما تسألي عن شيء، انت تروح تتفرجي. انا عازمك في مكان راقي جدا. اتفضل يا زوجتي العزيزة. ان شاء الله.
كيفك يا عمر يا حبيبتي وكيف الدراسة معاكي؟ الحمد لله يما تمام. الحمد لله. يا رب يا رب يوفقك يا أمل في الدراسة يا رب يا حبيبتي. الله يسمع منك حبيبتي يا يما. آمين. ما أنتي محتاجة شيء؟ تسلمين يا يما. حبيبتي إذا بغيتي أي حاجة أنا موجودة برا. إن شاء الله يا يما. طيب على إذنك. يا ترى إيش اللي حيصير لو مات أبوي؟ إخواني كل واحد مشغول بنفسه، وبعدين ولد خالي إبراهيم شاب طيب، ده أنا لازم أفكر بعقلانية وما أتسرع، وبعدين أمي عارفة مصلحتي، والأهم من كذا إن إبراهيم إنسان متفهم. بس لازم الحين أنا أفكر في دراستي وبس. أنا اللي بحدد سعر الدولار يوم بيوم. إحنا في عصر مادي، الفلوس فيه هي كل شيء. هو ده النصاب. الراجل ده مش عاوز احط وشي في وشه. انا ممكن اقتله. بتوع المباحث دول ما بينسوش. اخرته وحشه والمهمش مع الحرام. قدامك ساعتين ثلاثه بالكتير وجل التحقيق. اتسجن انا بتهمه الاهمال والتبديل؟ هتنصب عليا. البديل يوميا العاشرة مساء على قناة ذكريات. لولا لم تكن ممثل فماذا تكون؟ أنا كنت منتخب دمشق لكرة الطائرة. جرحتني الجروح وأنا قلبي نوره. شو هم تعمل له هيك؟ قوم تعال. تمنعت دلح تعله فوق فوق الصدي مني مرمر الكرام. كل متى شوفك يا كامل وصوفا. فنان الأسبوع الثلاثاء الحادية عشر مساء على قناة ذكريات. شفت واحد منكم يوطوط هنا اني لا اكسر راسه. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا اخي. كلام غايه 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 في الايجابيه. عندي كلام كلام مهم. خروفي خروفي لابس بدله صوفي. يعطيك العافيه تحياتي. ذكريات طاش السبت 8:30 مساء على قناة ذكريات. بصراحة بغيت أقول لك شيء واحد. أنا ما أعتمد على أخوي خالد إلا لما تكون بعيد عني. يا نجلة أنا دائم معاك وأنت عارفة أني راجل طموح، بس الظروف غصب عني ما كانت مساعدتني. الحمد لله بدأت تتحسن الآن. على فكرة مصلحتك هي الأهم، ومشاغلك من اليوم ورايح هي هم الوحيد. خلينا من الموضوع نرجع لموضوعنا الأول. أنت موافقة على حكاية التوكيل اللي يعطيني الحق في الإيداع والسحب من حسابك؟ أنا موافقة. وإذا دخلت أي مشروع يحق لي الدخول في حسابك والشراكة في المشروع؟ طبعاً موافقة. وأهم شيء بيننا الثقة، وعشان تعرف أن زوجك يحبك يبغالك المصلحة، وأنه هدفنا واحد ومشترك. أنت موافقة؟ أنا موافقة. خلاص كل الأشياء هذه اللي ذكرناها تحتاج إلى توثيق وتمضي لي عليها. خلاص أنت قولي الوقت المناسب وأنا مستعد. أبو مصطفى أصحى. أبو مصطفى وصلنا. أبو مصطفى خير ان شاء الله. ابو مصطفى خير ان شاء الله. ابو مصطفى يا شيخ
خير ان شاء الله. ايش فيك انت نايم ولا استغفر الله في غيبوبه؟ لا ابدا الحمد لله. يلا ابو وصلنا. وصلنا. تفضل. اخذت لي غفوه شويه. الحمد لله على السلامه. تفضل. يلا. خليني اتصل يمكن ختمه مشغول. الحمد لله. ايوه امل، ايش بكم يا امل؟ الخط مشغول طول الفتره هذه؟ بتصل على ابويا ما حد بيرد، بتصل عليكم الخط مشغول على طول. ايش في خير ان شاء الله؟ ها؟ الله يبشرك بالخير ان شاء الله. الله يطمنك. الحمد لله. ومتى خرج؟ الحمد لله. عندك هو ها؟ الله يحفظك. طب اعطيني ولو سمحت. هلا هلا ابويا، كيف حالك؟ وهذا يا ست اللي حصل بالتفصيل الممل. طيب تعتقد الكلام هذا مشي على مصطفى ولا عيب؟ عيب يا نوال لما تقول لاخوك حامد الكلام هذا. مصطفى صار زي الخاتم في اصبعي، وكل همه الحين كيف يطرد سالم من السوبر ماركت وبس. طيب ممكن تفهمني ايش موضوع سالم والسوبر ماركت؟ يعني يا يبا تطلع من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا زعلان عليك. لا 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 ولا تزعلي، ومعاش اللي زعلكم. اي الموضوع ما فيه، احمد يبغاها مفاجأة لكم. وانت صادق يا اخوي، هذه احلى مفاجأة. ايوه على فكرة يا اخوانا الكلام اخذنا. وين مصطفى؟ ماني شايفه. مصطفى للحين ما جاء. تصدق يا يبا اتصلت في السوبر ماركت بس ما حد يرد علي. هو اكيد مشغول ولا راح المستشفى. امل يمه قومي ردي على التليفون، يمكن هذا اخوك مصطفى. حاضر يمه. الو مصطفى انت فين؟ انا في السوبر ماركت يا امل. المهم طمنيني، ابويا رجع البيت؟ طيب الحمد لله. نعم ابويا بيسأل عم سالم فين كان. عم سالم كان موجود بس يمكن ما سمع صوت جرس التليفون. انا حاضر اخلص الشغل اللي في يدي واجي، عندي ورق مهم جدا لازم اخلص منه وبعدين اقدر اخرج. طيب مع السلامة. سالم الحمد لله على السلامة.
انت من متى انت هنا؟ يا ولدي انا هنا من ساعة ما قلت للي بتكلمه انك هتخلص الاوراق اللي في يدك وتروح له، ما اني ماني شايف لا اوراق ولا يحزنون. ايش تبغاني اقول لي يا ابويا؟ انك خرجت من ساعتين ودوبك جاي؟ ساعتين ايه يا ولدي؟ هي كلها نص ساعة، رحت اشتريت العشاء من السوق وديته البيت ورجعت عشان اقفل السوبر ماركت. ها يعني حضرتك رجعت علشان تقفل باب السوبر ماركت؟ اسمع يا استاذ، تاني مرة لما تحب تخرج مكان يا ريت تقفل باب المكتب وما تسيبه مفتوح. يا ولدي وانا من متى بسيب باب المكتب مفتوح؟ خلاص كتر كلام ما ابغى، انت روح على بيتك. معقولة يا نجلة؟ بصراحة ماني مصدق، يعني دحين بس صار طيب معاكي ومن أول بطال؟ طيب يا نجلة، هو ما أخذ منك شيء؟ طيب بلاشي، ما مضاك على شيء؟ يا ستي والله يا بطمن عليكي، أنت أختي يا نجلة، انتبه على حقك يا نجلة. حاضر، على أمرك. لا لا ان شاء الله اجيك قريب. مع السلامة. الظاهر ان عبد الرحمن هذا مخطط لشيء، ايش هو ماني داري. خلينا استنى واشوف ايش في. خالد لا يكون شاك في شيء، أنا حاسة إن عبد الرحمن تغير، بس ممكن إن عبد الرحمن يسوي فيني شيء، مو معقولة، لا، ما هي معقولة. أنا لازم ألاقي أحد يساعدني في خطتي علشان أتخلص من اللي اسمه سالم هذا، ويكون هذا الشخص قريب مني. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ بس ما في غيره. ايوه ما في غيره. سعيد. اوه بس ده غبي وخواف وجبان. بس ده ما يقدر يرفض لي اي طلب. وكمان لو اغريته راح يسمع كلامي على طول. اتصدق ان اللي سويته بين مصطفى وسالم راح تخلي مصطفى يكره سالم اكثر واكثر. هذا هو المطلوب يا نوال. متى يجي اليوم اللي يطلع منه سالم من السوبر ماركت زي ما طلع ابوي منه؟ وبكذا راح نفضل احنا. ايش بك يا ابوي ما تاكل؟ في شيء؟ لا ما في حاجة. لا تشغل نفسك، ما في حاجة. ايش انت حتخبي على ولدك ولا ايش؟ شكلك كده يقول انه في حاجة. يا ولدي ما في حاجة، لا تشغل نفسك. يا ابوي اتكلم، ايش في؟ والله يا ولدي ماني عارف ايش اقول لك. اتكلم يا ابوي، ايش في؟ انت كده قلقتني. وهذه قومة يا جماعة. وين رايح يا اخوي؟ تو الناس، اجلس تعشى معنا، الحين مصطفى جاي في الطريق. لا لا معليش، ما اقدر والله ما اقدر. خالي ما عندك شيء، اجلس معنا. يا أبلة أمل يا أبلة، وراي ابني إبراهيم، تلقينا مشغول علي. لكن في موضوع قبل أمشي، الدواء اللي عنده لازم ياخذ في مواعيده. ها؟ وانت أبو رحم، الراحة ثم الراحة، لا تجهد نفسك. سمعت؟ سامع سامع يا سيدي سامع. الراحة الراحة التامة، ولا تبذل أي مجهود.
وإن شاء الله عاد يا أخوي يسمع الكلام وياخذ الدواء. شلون يا يما ما يسمع الكلام؟ لازم يا يبا تسمع الكلام. وأنا أقدر أقول حاجة؟ كلكم علي طبعاً.